بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي في الله في برنامج التبيان في آداب التعامل مع القرآن، ونرحب بفضيلة الشيخ الدكتور أحمد خرشيد. مرحبا بك فضيلة الشيخ. مرحبا بكم أحبتي في الله. اليوم يسأل البعض عن حديث يسمعونه في وسائل التواصل والإذاعات. فضيلة الشيخ، نسمع عن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لكتاب الله، فما لفظ هذا الحديث وما المقصود به؟ نعم، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن ذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم النصيحة لكتاب الله تعالى. قد يستغرب البعض من كيف النصح، وكأنه النصح يكون من كبير لصغير، من الأعلى إلى الأسفل. نعم. يعني كيف أنصح لكتاب الله؟ كتاب الله ينصحنا. نعم. أنا أنصح كتاب الله. أما المقصود بحديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم النصيحة لكتاب الله، الإيمان به. جملة أمور ذكرها العلماء في معنى النصح لكتاب الله عز وجل، منها الإيمان بأنه كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله المنزل على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، المجموع بين دفتي المصحف، المجموع بين المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس، والتصديق بأنه كلام الله دون زيادة ولا نقص. وصل إلينا بالتواتر، ذكرنا بالحفظ في الصدور وفي السطور، هكذا وصل إلينا. فالإيمان بأنه كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم العمل قبل العمل، شدة الحب لهذا الكتاب. نعم، فحب كلام الله، حب كلام الله من حب الله عز وجل، لأنه ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذا كلام الله المقدس المنزه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. فإن علم أن هذا كلام المحبوب أحب كلامه. قال الله عز وجل: يحبهم ويحبونه. قدم حب الله لعبده قبل حب العبد لله عز وجل، هذه أهم. فإذا كيف تقرأ كلام المحبوب؟ إن هب أنها رسالة جاءت شخصا، من شخص محبوب، من شخص عزيز، من شخص كريم، ناهيك عن أن يكون ملكا أو صاحب منصب، كيف يكون حبه وتعلقه بهذا الكلام؟ طيب، ما بالك إن كان كلام الله سبحانه وتعالى؟ فإذا شدة الحب والتعلق بهذا الكتاب. نقول: نقرأ كتاب الله كرسالة، كمن كالسيد الذي أرسل عبدا، أرسل رسالة لعبده. كيف يتعلق؟ رسالة من سيدي. طيب، ما بالك رسالة من الله، رسائل ربانية للخلق. إذا شدة الحب والتعلق بهذا الكتاب، ثم الإيمان، التصديق بمحكمه والتفويض للمتشابه. يعني العمل بالمحكم والتسليم للمتشابه. المحكم آيات الله أنزل في القرآن الكريم، آيات محكمات وأخر متشابهات. الأخرى المتشابهات كالحروف المقطعة، كبعض الآيات، آيات الصفات في القرآن الكريم، التسليم عند المتشابه، والعمل بالمحكم. الله طلب منا أمور، يعني أمرنا بأوامر ونهانا عن مناهي، يعني إقامة الصلاة والفرائض وأحكام هذا الشرع الحنيف. فإذا العمل بهذه الآيات المحكمة والتسليم بالمتشابه، هذه من النصح لكتاب الله عز وجل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أحبتي في الله، فاصل ونواصل الحديث.
مرحبا بكم أحبتي في الله. فضيلة الشيخ، بينتم لنا بعض مدلولات حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النصح لكتاب الله، لو أكملتم لنا فضيلته. نعم، ومن النصح لكتاب الله عز وجل شدة الرغبة في فهم معانيه، هذه من المدارسة، مدارسة القرآن يعني تلاوته وفهم معانيه والعمل بالأحكام واستنباط بعض الإشارات. نعم، فشدة الحب لفهم معانيه وتلاوته. نعم، التلاوة من النصح لكتاب الله، تلاوته وقراءته. نعم، هنا بعض الإخوة يسألون ما الفرق بين القراءة والتلاوة. نعم، ما الفرق بين القراءة؟ يعني قال العلماء القراءة أعم من التلاوة، لكن القراءة ممكن القراءة تكون لكلمة واحدة أو لحرف واحد، صاد هذه قراءة، الحمد هذه قراءة، أما التلاوة لكلمتين فأكثر، الحمد لله رب العالمين هذه تلاوة، لأنه من تلاه التالية التالية. الفرق أحببنا فقط توضيح الفرق بين القراءة والتلاوة. إذن شدة الرغبة في فهمه وتلاوة كتاب الله عز وجل، هذه من النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم التخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. سئلت سيدتنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي بين الناس صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على ذلك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أحبتي في الله، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.